بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب شركة آفاق التعليمية، معكم الأستاذ عبد الحميد عزت، معلم مادة الأحياء. اليوم هنتكلم عن درس جديد، ألا وهو النمو الخلوي. النمو الخلوي، تنمو الخلايا يا شباب، تنمو الخلايا لتصل إلى أقصى حجم لها ثم تتوقف عن النمو أو تنقصها. ولما نتكلم عن الخلايا الحين، أو هنبدأ في القسم الأول، هنتكلم عن الخلايا الجسدية. المفردات اللي احنا نبغى نعرفها: دورة الخلية، الطور البيني، الانقسام المتساوي، انقسام السيتوبلازم، والكروموسوم، وأخيرا الكروماتين. حدود حجم الخلية، طبعا يبلغ قطر حجم الخلية يا شباب أقل من يبلغ قطر معظم الخلايا أقل من 10^10^6، أي أصغر كثيرا من النقطة اللي بتكون في نهاية الجملة. فلماذا يكون معظم الخلايا صغيرة جدا؟ هل هذا لهدف معين؟ يعني هل الأفضل إن الخلايا تكون كبيرة في الحجم ولا تكون صغيرة في الحجم؟ طبعا الخلية صغيرة جدا، وبما انها ربنا سبحانه وتعالى خلقها صغير جدا فالافضل انها تكون صغيره. ولكن انا عندي هنا ما هي العوامل التي تؤثر في حجم الخليه؟ نعرف ايه العوامل اللي بتاثر حجم الخليه. اول شيء نسبه مساحه السطح الى الحجم. العامل الرئيسي اللي بيحدد حجم الخليه هو نسبه مساحه سطحها الى حجمها. نسبه مساحه السطح الى الحجم، ومعنى مساحه السطح اللي هي المساحه اللي بيغطيها الغشاء البلازمي. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، بالنسبه للخليه كل ما كانت صغيره او المساحه السطح صغيره كل ما كانت افضل. كل ما تنمو وتزيد الخليه كل ما كان نسبه مساحه السطح تقل الى الحجم. الجزء الثاني الاتصال الخلوي. طبعا في عامل اخر يحدد حجم الخليه وهو حاجز البروتونات التواصل الخلوي للحركه. طبعا عارفين ان الخليه محتاجة رسائل، قد تكون هذه رسائل بدء أو إشارة معينة لبدء مرحلة معينة للقيام بوظائف معينة وخلافه. لو هنضرب مثال بسيط جدا، تخيل الشخص موجود في مكان كبير جدا وبيلقي على طلبة مثلا مشروع معين. لو انت بتلقي على الطلبة مشروع معين في مكان كبير، هذا المكان قد يصل الى مثلا يكون فيه 300 طالب. هل بيكون التواصل افضل ولا لما يكون تواصلك في غرفة صغيرة جدا مع 5 6 طلاب؟ طبعا اللي هيكون التواصل افضل كل ما كان العدد قليل والحجم صغير. وبالنسبة برضو للخلية، كل ما كان حجمها صغير كل ما كان الاتصال الخلوي افضل. يعني ايه الاتصال الخلوي؟ يعني ايصال تعليمات للخليه. ممكن الخليه بيكون عندها اشاره ببدء، اشاره بانتقال مرحله لمرحله اخرى وخلافه. فبمعنى اخر يؤثر الحجم في قدره الخليه على ايصال التعليمات للقيام بالوظائف الحيويه المختلفه. فاذا اصبحت الخليه كبيره جدا هتكون من المستحيل القيام بالتواصل الخلوي. اذا الخلية كل ما تكون صغيرة كل ما يكون الاتصال الخلوي بتاعها أفضل. وهذا الاتصال الخلوي زي ما قلت لحضراتكم يشمل حركة المواد، الإشارة المرسلة للعضيات المختلفة وخلافه. يعني طيب تعال ندخل على دورة الخلية. ومعنى إيه دورة الخلية؟ عندما تصل الخلية إلى أقصى حجم لها فإما أن تنقسم أو تتوقف عن النمو. طيب الخلية عندي، انقسام الخلية أو دورة الخلية بيكون بهدف معين. هدف النمو إن الخلية بتنقسم وتزداد عشان تنمو وتكبر والشخص ينمو ويكبر، أو تعويض الخلايا التالفة. أنا عندي خلية حصل لها تلف معين فبالتالي بيحصل عملية تعويض للخلايا. هذا تتكاثر الخلايا عبر دورة نمو وانقسام تسمى دورة الخلية. ودورة الخلية إن الخلية تمر بأطوار معينة تصير خليتين، هذه هي دورة الخلية. خلية تمر بطور معين عشان تصبح خليتين متماثلتين، هذه بقول عليها دورة الخلية. تمر الخلية في كل دور، كل مرة بدورة كاملة عشان تصبح خليتين، كل خلية طبق الأصل من الخلية الأم. طيب
لو انتوا شايفين هنا يا شباب، لو انتوا شايفين الجزئية هذه، انا عندي هذا دورة الخلية بتنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية. القسم الاول الطول البيني، القسم الثاني الانقسام المتساوي، واخيرا القسم الثالث انقسام السيتوبلازم. ولو انتوا شايفين هتلاقي ان الطور البيني بيشمل المرحلة الكبرى بنسبة 90% من الدورة الخلية ككل. يعني الطول البيني عندي هنا يبدأ من هذه إلين هنا، مرورا بالجي 1 والاس والجي 2، هذا كله الطول البيني، يعني بيشمل المرحلة الكبرى، ثم بعد كده انقسام متساوي، وأخيرا انقسام السيتوبلازم. تعال ناخد كل جزئية. لو هنتكلم عن الطول البيني، الطول البيني هو أول مرحلة من مراحل دورة الخلية، بقسمها إلى ثلاثة أقسام فرعية. القسم الأول اللي هو الجي 1، والقسم الثاني اللي هي مرحلة الإس، والقسم الثالث اللي هي مرحلة الجي 2. مرحلة الجي 1 اللي هي بيسموها مرحلة النمو الأول، وفي هذه الخلية بتنمو خلية، أو في هذه المرحلة الفرعية تنمو الخلية وبتستعد للانقسام وبتتضاعف العضيات بتاعتها وتتهيأ للمرحلة اللي بعدها. يبقى في الجي 1 هذه مراحل فرعية، سواء جي 1 ولا الاس ولا الجي 2، هذه مراحل فرعية. المرحلة الفرعية الأولى اللي هي الجي 1 هي فترة ما بعد انقسام الخلية مباشرة، الخلية هتبدأ كخلية جديدة أو كانقسام جديد. وفي هذه المرحلة بتنمو الخلية وتقوم بالوظائف الطبيعية بتاعتها وتتهيأ عشان تدخل للمرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها مرحلة الإس، وهذه المرحلة الفرعية الثانية من الطور البيني، وهذه بيسموها مرحلة بناء الدي إن إيه وتضاعفه. هذه في هذه المرحلة بيتم نسخ الدي إن إيه وتضاعف الدي إن إيه. طبعا بعض الخلايا زي الخلايا العضلية والخلايا العصبية تنتهي دورتها عند هذه المرحلة، ما تنقسمش مرة أخرى، لأن ما بيضاعف فيها الدي إن إيه. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الجي 2، وبيستمر فيها بناء البروتينات الضرورية للانقسام، هذه بتسمى مرحلة الجي 2، وهي المرحلة اللي بتلي مباشرة مرحلة الطور الاس او طور بناء الدي ان ايه. في هذه المرحلة او في هذه الفترة تستعد الخلية للانقسام النواة، يعني تستعد للانقسام المتساوي هذا، وفي هذا الوقت يبدأ بناء البروتين الذي ينتج نويبات دقيقة عشان يحصل عملية انقسام الخلية. يبقى أنا إذا عندي الطول البيني بيمر بثلاث مراحل فرعية. المرحلة الأولى مرحلة الجي 1، وهذه المرحلة بيكون فيها تهيئة الخلية وتنمو وتقوم بوظائفها الطبيعية وتتهيئ للمرحلة اللي بعدها. مرحلة الدي ان اي او مرحلة بناء الدي ان اي او مرحلة الاس، هذه المرحلة اللي بيحدث فيها تضاعف الدي ان اي. وهنا هوقف، عايز اعرف ان المرحله الفرعيه الثانيه اللي هي الاس هذه تقوم فيها الخليه بنسخ الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه عشان يحصل كاستعداد لانقسام الخليه. يعني الكروموسومات، في تعريف هنا عندي مهم جدا، الكروموسومات هي تراكيب تحتوي او تحوي الماده الوراثيه. الدي ان ايه اللي انا بتكلم عنه هذا اللي بيتم نسخه بيكون موجود على كروموسومات، وهذه الكروموسومات هي اللي بتحمل الماده الوراثيه الدي ان ايه اللي تنتقل من جيل لجيل اخر من الخلايا. لكن في تعريف اخر اسمه الكروماتين، وهو كميه قليله جدا من الكروموسوم. يعني انا عندي الكروموسوم بالشكل هذا مثلا، هتلاقي ان الكروموسوم هذا كروموسوم، لكن الجزء هذا بسميه، الجزء الصغير هذا بسميه الكروماتين، وهو عباره عن كميه قليله جدا من الماده الوراثيه اللي هي دي ان ايه، وهذه بتوجد في نواه الخليه وتحديدا في النويه. طيب بعد ما بخلص عندي مرحلة الجي 1 ومرحلة الاس ومرحلة الجي 2، بيدخل مباشرة عن مرحلة الانقسام المتساوي اللي هو بيرمز له بالرمز M. طبعا في تلك المرحلة، مرحلة الانقسام المتساوي، بيمر بأربع مراحل فرعية: الطور التمهيدي، الطور الاستوائي، والطور الانفصالي، وأخيرا الطور النهائي. هنتكلم عنهم إن شاء الله بإذن الله تعالى الحصة القادمة. وبعد ما بيحصل عملية انقسام المتساوي، أخيرا انقسام السيتوبلازم، وهذه هي طريقة معينة بتلاقي سيتوبلازم الخلية بتنقسم عشان جزء يروح لخلية والجزء الثاني يروح لخلية أخرى وتصير خليتين، كل خلية طبق الأصل للخلية الأم. يبقى اليوم أنا عايز أعرف بس العوامل التي تؤثر
في حجم الخليه او العوامل تؤثر في حجم الخليه. رقم واحد نسبه مساحه السطح للحجم، وقلنا العامل الرئيسي اللي بيحددها نسبه مساحه السطح الى الحجم، وهنا مساحه السطح يمثل الغشاء البلازمي، وكل ما كانت حجم الخليه اكبر كل ما كان نسبه مساحه افضل. الاتصال الخلوي، وقلنا كل ما كان حجم الخليه، وهذا النوع العامل الثاني من العوامل التي تؤثر في حجم الخليه. الاتصال الخلوي هو كل ما كان حجم الخليه اصغر كل ما كان افضل في الاتصال الخلوي. دوره الخليه يا شباب بتمر بثلاث مراحل رئيسيه، مرحله الطور البيني وهذه المرحله الكبرى، مرحله الانقسام المتساوي، واخيرا مرحله انقسام السيتوبلازم. في مرحله الطور البيني بتمر ثلاث مراحل فرعيه، الجي 1 ومرحله الاس ومرحله الجي 2، بعد كده بتدخل على مرحلة القسم المتساوي اللي هي بتمر باربع مراحل فرعية، هنتكلم عنهم الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وأخيرا قسم السيتوبلازم. الخلية اللي بتمر بالطول البيني بعدين تمر بالقسم المتساوي أخيرا قسم السيتوبلازم في الشكل الطبيعي بتديني خليتين في الآخر، كل خلية طبق الأصل للخلية الأم. وبالتالي دورة الخلية دورة أو مرحلة بتمر فيها الخلية عشان تصير خليتين متشابهتين. وده الجزء الخاص بالدرس اليوم يا شباب، اللي هو مراحل دورة الخلية أو النمو الخلوي. بإذن الله في الحصة القادمة بنتكلم عن الانقسام المتساوي. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.